يا اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله النهارده هيكون في معانا ندوه نرجو ان هي تكون مفيده عن المانيا. عن المانيا وعن اللغه الالمانيه وعن الدراسه في المانيا وعن الشغل في المانيا، يعني هيكون فيها اكثر من موضوع. هنتناول الموضوع من اكثر من زاويه. تقريبا كل الموجودين هنا جايين عشان يسمعوا عن المانيا، مش من باب العلم بالشيء ان انا عايز اعرف شويه عن شويه معلومات عن البلد دي اللي اسمها المانيا، لا، لان في تفكير ان انا ممكن يبقى عندي تغيير لمسار في حياتي، ان انا مش عاجبني التعليم في مصر، او شايف ان فرصي في الشغل في مصر مش كويسه، ان انا بعد ما اتخرج اوكي هشتغل ايه، شايف ان هي حتى لو كويسه بس شيء مش تقليدي، شايف ان فيها المنافسه عاليه قوي والجدوى اللي هتجيني منها بعد كده مش عاليه، لا تستحق المجهود اللي انا ببذله. فعلشان كده فكرت في امكانيه ثانيه، انا مش مجبر ان انا لازم اتعلم هنا او اشتغل هنا او اعيش هنا، ما فيش قدامي الا الامكانيه دي، لا انا قدامي امكانيات ثانيه. فقدامي مثلا ان انا اهاجر، بس موضوع الهجره موضوع صعب مكلف ومجهد، وان انا هاجر اخد جنسيه ثانيه اروح، لا الموضوع صعب كتير شويه. يعني قدامي اوكي بلاش اهاجر، ممكن اسافر اتعلم او اسافر اشتغل. اوكي انا لو هسافر اتعلم او هسافر اشتغل ممكن اروح فين؟ بالتاكيد مثلا مش هروح ليتوانيا. ايه ليتوانيا دي؟ مش عارف، يعني هو في بلد تقريبا في اوروبا اسمها ليتوانيا، بس في ناس كتير ما تعرفش عنها، او في اوروبا مش في افريقيا مثلا ولا في اسيا، من بلاد اللي اخرها ستان مثلا، لا في اوروبا. بس ايه ليتوانيا دي؟ مش هروح المجر برضه بالتاكيد. فانت لما تيجي تفكر في تعليم او دراسه او امكانيه جديده مختلفه للحياه، بالتاكيد هتفكر في اسامي مميزه. لما اجي افكر في اسامي مميزه في بحث علمي، في دراسه، في شغل، هلاقي العمليه هتديك كتير. يعني اوكي بلد زي الصين، على الرغم ان بنبص للصين ان هي دوله مش قد كده، بس الصين لا فيها مجالات فرص شغل عاليه جدا، بس الصين دي بعيده قوي. مش مساله بعيده قوي ان الطياره تاخد وقت على ما اروح، لا الصين ثقافه ثانيه، لغه ثالثه، حاجه بعيده قوي. انما لما هاجي هدور في الحاجه اللي هي قريبه مني من حيث الثقافه، اللي انا عارف ثقافتها نوعا ما، اللي انا شفت فيها افلام كتير، شفت فيها مسلسلات كتير، او يعني العمليه نفسها قريبه، الثقافه متشابهه بدرجه كبيره، فهنحصل في اوروبا وفي امريكا الشماليه تحديدا، يعني مش هفكر حتى في امريكا الجنوبيه، لان مفيش حاجه في امريكا الجنوبيه مشجعه. هنفكر في الجزء اللي هو المحدود ده، اوروبا امريكا الشماليه، يبقى عندي اختيارات معدوده، عندي مثلا امريكا طبعا، عندي كذلك ممكن انجلترا، ممكن المانيا، ممكن فرنسا، بس فرنسا مش قد كده، احنا بنتكلم في حاجه رائده، انا مش هطلع يعني اروح اي بلد وخلاص. لا انا قدامي شويه اختيارات، يبقى انا عايز الحاجه للطب زي ما بيتقال. قدامي امريكا، قدامي انجلترا، قدامي المانيا. لو انا فكرت في امريكا هي الموضوع صعب كتير. امريكا من زمان بلد مفتوحه، الناس كلها بتفكر تروح امريكا. طب اوكي ما انا كمان افكر اروح امريكا، ايه المشكله؟ لا في مشاكل طبعا. امريكا دوله راسماليه صرفه، وانا دايما بقول عليها راسماليه متوحشه، اللي هي يعني السياسه الامريكيه قايمه على ظهرك للحيطه مع نفسك، شيل نفسك من الاخر. يعني هم نفسهم بيقولوا كده، بيقول لك احنا معلش في لفظ بنعري المواطن، مفيش حمايه ليه علشان يبذل اقصى ما عنده يطلعه يدير المجتمع. ده السياسه الامريكيه مختلفه تماما. انت مثلا لو عاوز تروح تدرس في امريكا محتاج مصاريف رهيبه، بمعنى الكلمه مصاريف شيء مكلف جدا جدا، ممكن يوصل ل 500,000 في السنه، جنيه طبعا مش دولار. ما هو مصاريفك في امريكا من 5,000 ل 50,000 دولار في السنه الدراسيه الواحده. يعني انا لو هدرس هناك اربع خمس سنين يبقى انا بتكلم في 2 مليون 2 مليون ونص، مش لازم اوصل لاعلى مبلغ، بس ممكن اوصل لمليون، مش المبلغ اللي هو التوب. وما هو انا برضه ما ابصش قوي اللي هو 5,000 دولار وانا ابص لل 50، احنا بنتكلم في النص، هو ده يعني ايه المتوسط. انما ال 5,000 دولار اللي هو تحت قوي ده سيبك منه، ال 50,000 برضه الكانون. فامريكا بعيده شويه جدا، ده بس الدراسه. انت لو بتبص بقى في سكن وبتبص في معيشه، حط كمان 1,000 2,000 دولار
$1,000 لكل واحد سكن، $1,000 كمان معيشة. فأنت بتتكلم إن السنة نفسها ممكن كمان تاخدها $25,000 كسكن كمعيشة، ده بخلاف الدراسة نفسها لو خليناها نفسها 25,000 كمان بلاش 50، تتكلم في $500,000. وطبعا مع الفرق دولار الله أعلم ممكن يوصل لكام. طبعا أمريكا لا بعيدة قوي قوي، بالإضافة إن هي بتشترط عليك شروط معينة في الدراسة والمعادلات والكلام ده. فيبقى قدامي المتاح بالنسبة لي ألمانيا. ألمانيا الدراسة فيها أو الشغل فيها يختلف كتير، سهل كتير جدا جدا. الموضوع مش بالتعقيد بتاع أمريكا. ألمانيا مش بس أنا رايح ألمانيا علشان العملية سهلة في ألمانيا، لا هي ألمانيا أنا رايح ألمانيا عشان ألمانيا تستحق. يعني أنا لو أفكر إن أنا هدرس في بلد أوروبي، أوكي واخترت ألمانيا، هل أنا هختار إن أنا هدرس في ألمانيا علشان ألمانيا بتطلب بس مني اللغة خلاص أتعلم لغة وهسافر؟ لا، ألمانيا فيها حاجات كتير كتير جدا 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 تستحق إن أنت تدرس فيها. الألمان كشعب، الألمان كحضارة، هم مش حضارة 7000 سنة ولا حاجة، مبقولش عن حضارة 7000 سنة ولا بيقعدوا يقولوا حاجة زي كده، إنما هم زي ما بتقال ناس بتعمل في صمت. الألمان كشعب ليه تركيبة نفسية عقلية اجتماعية مختلفة كتير عن التركيبة بتاعت المصريين اللي هي الفهلوية الحركة اللي زي ما بتقال كده. الألمان ناس عاشقة للعلم، عاشقة للفكر. إذا احنا خدنا مجال زي الفلسفة وخدنا الفلاسفة الألمان ونحط قصادهم فلاسفة العالم كله من حيث العدد، بس مش هنتكلم في الإنجازات، شوف عدد الفلاسفة اللي عند الألمان قد إيه واللي عند العالم كله قد إيه. سيبك من الفلسفة، احنا مالنا بالفلسفة، احنا مش رايحين نتفلسف، احنا عايزين علم، عايزين ساينس، أوكي احنا بنتكلم في العلم برضه. إذا اتكلمنا في العلوم بمختلف ألوانها هنلاقي إن الألمان نفسهم مش هقول لك عندهم علوم قد ايه، مش هقول لك ان الالمان اخذوا جوائز نوبل قد ايه، هقول لك لا بص شوف الالمان اسسوا كام علم. الالمان نفسهم اسسوا كام علم، يعني في علوم الالمان هم اللي انشاوها واسسوها من بابها. يعني مثلا علم زي الايكتولوجي اللي هو المصريات اللي هو المفروض حاجه متعلقه بينا احنا كمصريين، هم الالمان اللي انشاوه. الاثار المصريه اللي هي موجوده عندنا ومدفونه دي لما حد بيجي يعمل ابحاث عنها بيحتاج يدرس الماني، ليه؟ عشان يقرا المراجع الالماني ده بتتكلم عن الاثار وده الملك مش عارف مين وعمل ايه وسوى ايه وكلام من ده. فعلم المصريات الالمان هم اللي انشاوه. الاستشراق لو طلعنا دايره اوسع شويه بلاش المصريات، اللي هي الحضاره العربيه الاسلاميه بتاعتنا اللي احنا بنفتخر بيها وبنتكلم ونقول الاستشراق، نقدر نقول ان الاستشراق الالماني برضه هو التوب من حيث الكم ومن حيث الكيف. كم الكتب اللي كتبها وعملها المستشرقين كبير جدا، واللي هي الكتب ايه في الحضاره الاسلاميه بتاعتنا في الدين، بغض النظر بقى انت متوافق مع الاراء اللي بيقولوها مش متوافق، ولكن ليهم انجازات كتيره تحسب ليهم محدش يقدر يتكلم فيها. يعني مثلا المعجم المفهرس للقران، ان كلمه كذا دي جت في القران كم مره؟ هم اللي بداوا حاجه زي كده، في ناس عندنا بعد كده طوروا بس هم اللي عملوها. نفس الفكره انا عايز ادور في الحديث، كتب الحديث اللي في السنه دي كانت حاجات كتيره جدا، عدد كبير جدا، هم جمعوا حاجه زي دي ونسقوها وعملوها وعملوا لك اطراف الحديث زي ما بتقال. انت ازاي تقدر تبحث في حاجه زي دي قبل ما يطلع كمبيوتر؟ دلوقتي طبعا عندنا كلنا كمبيوترات، ممكن اخش على اي برنامج فيه احاديث فيه قران فيه كذا بعمل فيه بحث واجيب اللي انا عايزه. ايوه بس كل ده البيزك بتاعه هم اللي عملوه من قرن وي في 19 وفي 18، كانوا بيشتغلوا بايديهم من غير كمبيوتر من غير اي حاجه، صنفوا الحاجات بتاعتهم بتاعتنا احنا معزله بتاعتنا احنا. فهم لو طلعنا من المصريات ودخلنا في الشرق الشرقي هتلاقي مثلا هم الاستشراق هم عملوا فيه حاجات كتير. نطلع من الحاجات الانسانيه دي خالص، بلاش الانسانيات والاجتماعيات والدينيات، العلوم. العلوم نفسها بقى اللي هي الفيزيائيه الكيميائيه الاسامي الالمانيه في حاجه زي كده، يعني اشهر من نار على العالم. اسامي المعاهد نفسها اللي موجوده في العالم وعلى اسماء علماء المان اوسع من ان تذكر. سيبنا من دي، مثال بسيط واحد خالص هنقول لك كم العلماء اللي في المانيا كان قد ايه. طبعا احنا الحرب العالميه الثانيه المانيا عملت حرب